وللحديث أكثر حول إعلان تأييد السلام لمملكة البحرين معنا عبر الهاتف سعادة النائب محمد السيسي البعينين عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. مساء الخير سعادة النائب، وبعد بيان مجلسي الشورى والنواب المرحب بإعلان إقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل، ما انعكاسات هذه الخطوة على مستقبل وازدهار المنطقة برأيكم؟ مرسي عليك بالخير أختي العزيزة، ومرسي على الأخوة المشاهدين وعلى طاقم العمل. بداية حقيقة أود الإشادة بالخطوة التاريخية التي انتهجها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في إعلان تأييد السلام. هذه الخطوة لا شك هي قرار سيادي لمملكة البحرين لا مزايد عليه ولا مناكاه فيه. كما أن دور البحرين رائد يهدف دائما إلى مد جسور السلام كما عرف عنها تاريخيا والوئام وتعزيز التقارب الإنساني بين شعوب العالم سبيل تحقيق السلام في المنطقة والعالم أجمع، وهذا ما عرفت عنه البحرين منذ قديم الزمان وليس الآن فقط. البحرين نهجها واضح في دعم القضية الفلسطينية على مدى التاريخ. احتمال البحرين الحالي هو تحقيق السلام والأمن العادل والمساهمة في حل الوضع القائم، هو موقف نابع من التزام المملكة بانتمائها العربي والإسلامي، وأن إقامة علاقات سلام مع إسرائيل ومع جميع دول العالم بشكل عام هو نهج سياسة مملكة البحرين السلمية بغيرة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد حفظ الله ورعاه عاهل الولايات المتحدة، وتأتي في سياق طبعا النهج البحريني الأصيل والتاريخ العريق ومتميز في تعزيز الامتتاح والتعايش مع الآخر ومع الجميع، وكذلك التماسك المجتمعي بين مختلف الأعراق والديانات كما نشوف على أرض الواقع طبعا في البحرين. ولا شك أن إعلان تأييد السلام هو خطوة تاريخية سيكون من أهم تاريخها أنها ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة، والذي يصير طبعا أساسا لجهود مملكة البحرين المستمرة والدائمة في ترسيخ دائم الأمن والاستقرار والسلام في جميع أنحاء العالم. نتوقع أن تكون هذه الخطوة أيضا آثارا إيجابية على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي، وأن يكون قرار مملكة البحرين طبعا خطوة إيجابية لتعزيز الأمن وازدهار المنطقة، خاصة أنها خطوة من شأنها توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والدبلوماسي. نعم. وود في هذا المقام أيضا أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية، إلا وهي إعلان تأييد السلام لا يعني بأي حال من الأحوال طبعا تخلي مملكة البحرين عن بذل قصاري الجهود من أجل تحقيق السلام العادل والشامل وفقا لحد الدولتين وفقا للمبادرة العربية التي أطلقها الراحل المرحوم جلالة الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين. نعم. وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والنظام طبعا دولة فلسطينية كاملة سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً الدولتين تنفيذا للقرارات الدولية، فالعلاقة والمبادرة العربية هو مطلب طبعا شعبي للشعوب العربية جميعها، وإحنا ندعم هذا المطلب، والبحرين موقفها ثابت وراسخ في هذا الشأن سواء كان بالقرارات الدولية أو طبعا بالالتزام بجميع قرارات جامعة الدول العربية وإلى آخره. ولا يعني بأي حال من الأحوال مثل ما أسلفت لشخصي الكريمة أن توقيع وتأييد السلام التخلي عن هذه المبادرة أو عن هذه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بل ستجدنا إيمانا ودعما للقضية الفلسطينية. وأنا كل ثقة هذه الخطوة المباركة من جهة الملك ستكون بداية الطريق نحو السلام إن شاء الله العادل والشامل في المنطقة، والذي سيحقق إن شاء الله السلام للجميع، وسينهي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وطبعا سيؤدي للاستقرار في المنطقة إن شاء الله مستقبلا. نعم، سعادة النائب محمد السيسي البعينين عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، شكرا جزيلا لك.